بيته وازيكم عاملين ايه، احلى اخوات واحلى عيله واحلى ناس في الدنيا كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام. النهارده انا والبت نونا تحدي كبار زي وكل يوم طبعا زي ما اتعودتوا يعني مننا. لو سمحت انا بقدم بتتدخلي ليه كل يوم نفس الموضوع؟ كل يوم احرجك ومفيش فايده. ما بتتحرجيش، ما انا برضو بحرجك عندي وما بتتحرجيش برضو. الله 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 الله. بصوا يا جماعه، معانا كل واحد 11 سندوتش كبده فراخ. طب انت ليه ما خليتهمش 12 عشان نكمل الدسته؟ على قد الحشو. انت لازم تحرجيني. انا قلت كده ده هما بيني وبينك يعني كانوا كام؟ كانوا ناقصين واحد، يعني كانت صينيه فيها 11 وصينيه فيها 10. شيلي بقى من كل حاجه حتى شيل من السندوتشات عشان وقعت انا. لا ده انت ذكيه. لا 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 البنت دي بتوقع حاجات ما تجيش في بال حد خالص. التحدي على ايه؟ على الصينيه دي يا رجاله. ودي برضه. ايه دي؟ الصينيه دي برضه. مش على الصينيه دي لوحدها. طب تيجي تخلي التحدي على الصينيه دي؟ لا وانا هقعد اشرب في العصير لغايه ما انت تخلصي. بنت دي التحدي على الصينيه دي، على الصينيتين دول. الذكي اشتغل، العرق الذكي طلع يا جدعان. ما تدقوش ما تدقوش ولا الطماطم بقى وحط عليها حبشتكنات. يلا احنا نقعد نرغي. ومعانا الطحينه. ليه الطحينه بقى مش حاطينها؟ يا ريتنا جبنا معالق الطحينه. عشان ما تبوش ولا تقولي حاجه ثانيه؟ عشان ما تبوش. لو السندوتش كنا هنعمل كده صح؟ ثانية واحدة ونبدأ نكمل حكاية الطحينة يا جماعة. عشان لو فضت سندوتشات اتعنت في التلاجة مثلا أو احتاجناها تاني يوم، ما نبقاش وصلنا الطحينة، ما نبقاش بيتنا في التلاجة بالطحينة. ممكن تسخنيها في الفرن بس سندوتشات. لا والطحينة احنا نجيب لها حسابك تتكلمي عن المعلقة. والطحينة برضه عشان ايه؟ نفرد كده. وبالنسبة لده فلفل وليمون عشان ليه مزاج ايه؟ أحط على الكبدة. والله العظيم يا جماعة بصوا، وحمة مش اسمها وحمة؟ انا عصر على الكبده ليمونتين. بدات بايه؟ انت مالك؟ الله انا خدت كفته. طيب بسم الله. شيني خدت ايه؟ انا خدت كبده. انت بداتي قبلي ماشي؟ انت بداتي قبلي وكده مش تمام. حد يعمل يشبع. بسم الله. شطشطه كفته جميله بجد؟ نعم كبده تحفه والله. هتلاقي الوقت كفته تحفه بإذا جبنه. غيري مره وجيبي بالملح. انت شطه في الجبنه كده يا بنت. شكلي لا هاكل جبنه ولا هاكل ملح. السهل تعبني انا بقى كده اللي تعبني. بقي تحضري تكملي جمل ما انتيش عارفاها. الطماطم العسل دي حط الطماطم. الطماطم مسكرة جميلة. حطوا اللايك يا جماعة، بالله عليكم تحطوا اللايك. الصينية الجميلة دي طماطم حسن. حد يجيب ده في التحدي؟ حد يجيب ده في التحدي؟ أني لسه نشفر شطشطة. نوع الاكل ده يا جماعه عايز الشطه. بيني وبينك اي اكل لو الاكل ما ينفعش فيه شطه مخلل كده حامي فين فين. كبده لذيذة وجميلة. ايه قبل الليمون؟ انا ليه مزاجي خلاني مزة قوي مزاجات بقى عايز اشطشطها شوية. هي حاطه فيها ليمون يعني حاطه عايزه ده. بحب احط على الطبق ده ليمون وانا بعمله. هي بتقولي ملهاش لازمه يعني بس لا.
الله عليك يا سيدي. الطحينة دابت في ايدي وانا اللي بيت داري. انا بحق اتغني لها، هتغني في الاكل برضو. انهي احلى؟ حلوه. عملتوش حاجه مميزه؟ كبده بقى تغير الاول. والله تغير الاول، بس انا بحب الليمون كتير. انت مظبطاها؟ بالله عليكم، ده ما هحط اللايك. بالله عليك، بالله عليكم. هي جميلة، بس أنا بالنسبة لي بحب الليمون أحس بالمزازة شوية أكتر من كده. مزاجات بقى يا أختي.
هي شو 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 طلعت حساسة. طب انت ايه زعلت؟ ايه زعلت؟ لا والله لا والله لا يا اختك يا علم. مش انا مش انا مش عندي احلام ده. شو شو شيماء ما تهربنيش بقى، اصلها بتتلكك شوش ونفسيتها تعبانه. سالي شو شوش والله عيط والله عيط جنبك. بس بهزر معاكي. الله خلاص بقى يا شيماء بقى بالله عليكي بقى، انا مش ناقصاكي. انت فقر، انت فقر، انت الخير كله. بس شو شو بس شو بس خويا بس بس شو بس بقى شيماء بقى، هتخلي الناس يزعلوا مني، هتخلي الناس يزعلوا. هات الترابيزه قاعده هنا يلا وبعيدي يلا يلا عشان يلا عشان ما انسي يلا نظبط الاكل عشان جعان. ما تزعلنيش بقى الله حبيبتي. طب ما هي يعني انا جبله بقى ما بتعمل فيها مقالب يا جبله بقى ما بحسش يا جدعان. ازاي تعبانه شويه؟ جيت على الجاب معلش جبش. ماشي يا احلام. هيزعلوا مني هيزعلوا مني. احلام مالها؟ ماشي فكرتها المفتن عليكي يا اختي، امالها اشربها لوحدي؟ مش هي عماله تقول الاول يا احلام؟ لا مفيش غيره الاول يعني الاول. لساني ده متبر مني فعلا يا مني. اوقف شويه بس لغايه ما لا 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 بقى. لا والله لا بقى. امسح بس عينيا. هزعل والله لو فضلتي كده. لا امسح عينيا بس اتمسحتها. يلا عايزين شوش الفرفوشه بقى المود الاولاني بقى. يلا شوش الفرفوشه هتيجي يلا. بس ما تزعلنيش بقى والله. انا اصلا والله العظيم ما طيقش اشوف دموعها. بس بهزر بس اشك ان احلام ما قالتلكيش اعملي بالطريقه دي. هي قالت لك سني الليمونه واعملي صبعك اتعور. انا بقى ايه جودتي جودت شويه وزودتها من عندي. ما صدقت الاقي مقلب في تحدي ولا مقلب افهم. لا هو مقلب في تحدي يعني كمل التحدي عادي. يا سلام يا سلام. نتغدى معاها ما تتعاطب تاني ودروسها وجعاها ونفسيتها متدمره وجيت انا دوست لها على الزر. خلاص بقى هو كام دقيقه؟ 14 مش عارف في حته في الاول ثلاث قص 14. لا اهتكي الناس يا شيماء يلا. لا خلاص الفيديو هيطول على الناس. اقول لك تعالي نعمل لهم تحدي على قناتك. انت فايقه فايقه وبالتكتيك كمان حبيبتي حبيبتي. اصل هو كده كده الفيديو هيطول على الناس خلاص فاهمه. انا مش حبيبتي عشان الفيديو على القناه الثانيه، حبيبتي ان هي في عز اللي هي فيه متفكر فيا برضه. طب هنكمل الحاجه الساعه ولا هنسيبها زي ما هي؟ طب ما تيجي حبيبتي لا نكمل الفيديو على قناتك عادي صغير كده. لا مش صغير صغير ايه الناس هتزهق. قولوا لنا انتوا مش كفايه كده؟ تعالي بقى ايه نعد كده فاضل كام وخلاص. ما كناش الا رغيف وقطمه. ماشي هنعمل التحدي على الرغيف والقطمه ونحكي لهم الحكايه هناك. سعدنا مني مقموصه من احلام. لا لا احلام عايز قصدها تهزر. اتفرجي يا فاطمه اللي بتقولي لي ما تعرفيش تعملي مقالي. اهي اهي الا هنا اهي والسكينه عادي عادي. اصل السكينه وحشه قوي حاميه قوي السكينه دي يا جماعه. فعلا انا اخترتها معوراني كتير عشان تصدق سكينه حاميه جدا ويعني بس في الاخر وهي عماله تعمل كده انا عارفه ان السكينه بتعور عادي وصابعها محطوط قدامي عادي. اه دم بس ممكن تكون تعويره عاديه ما بتحصل لنا كتير. عايزه تمسح لما عملت بقى كده بصراحه كان هين عليا فعلا البس الصينيه في وشها وصبعي وصبعي الموضوع كان هين عليا كان هين عليا البس الصينيه في وشها. يا احلام ان المقلب ما طلعش في شوشه بس الولا يوسف اتفزع اقسم بالله كان نايم. اما فزوع على صوتها. وهنروح بقى يا جماعه نعمل تحدي لان احنا ما كناش هنعمل تحدي على مملكه ومنوعات نونا. راضيه عني راضيه عني. هو انا الترابيزه بوظتها صح مش مشكله هتظبط تاني. الناس هتزعل مين هنظبط. سامحاني يا جوجو. سامحاكي يا نونا. هي عملت فيها مقالب كتير غير ان هي حساسه يعني انا مالي بقى. انا قلت لك انت فقر انت مش عارفه ايه انت قناتك ما بتكبرش انتوا مش عارفه. يا جماعه انتوا اللي عملتوا فيها كده خليتوا اللي يسوى واللي ما يسواش يذلني. انا اللي ما يسواش ايوه كبروا القناه يا جماعه كبروا. بس كده يا جماعه قولوا لهم بقى انت ليه زي ما ولو عجبكم المقلب بتاعتي قولوا يا بنتي يا نونا يا مبدعه. انا هنروح ناكل على مملكه وابداعات نونا. والنبي ما تهزقوني في الكومنتات عشان خاطر شوشوشوش حبيبتي برضه. ولو عجبكم المقلب بقى ما تنسوناش في اللايك والشير لايكات كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.